طيب، التحية لكل الدول العربية شاركت في كأس العالم والنقاشات دايرة. تخيلت الأستاذ لطفي بوشناق من تونس قال: نقول الحكم ظالم، ممكن نقول متفقين علينا كل العرب في كأس العالم، في آخر دقيقة وفازوا علينا. يا سلام. فقام طوالي رد له الأستاذ سعد المجرد من المغرب، تخيلت، وقال: احنا تغلبنا واحد، فريقنا كان جامد، بس ذهن العرب شارد، في المدرجات تفتيش، في ناس من أول كورة تغلبوا نص العشرة، ما راعوش فيهم عشرة، يلا نقولهم معليش. احنا تغلبنا واحد، فريقنا كان جامد، وذهن العرب شارد، في المدرجات تفتيش. بعدين تخيلت الأستاذ محمد عبده رده من السعودية قال قال ما هجيت النهروس تغلبني، لين شفت أهدافهم مترادفاتي، الله يعلم كم صرفنا في منتخبنا من ريال أو دولار حتى السوداني. يا سلام يا اخو، دي اشارة لانه عملتنا والحمد لله، يعني شفتوا. المهم، من مصر برضو دخل في النقاش الاستاذ محمد فؤاد، تخيلته قال: من يوم راموس وصلاح وانا قلبي حزين، على الاقل اقطعوا لي تذاكر ويا الفنانين، في مدرمان ده انا كنت معاهم اكيد فاكرين، كنا وفد حقيقي مشرف ومحترمين. طيب، ده كله قوم، لو تخيل ان احنا برضو يعني لو كنا يعني كاس العالم احنا ممكن برضو ندخل معاهم، لكن اوريكم ايش اللي حصل. حصل انه احنا هنقول يعني احنا يا جماعة كاس العالم ده لو عايزينه بنجيبه. الله أكبر، بنجيبه يا اخوانا، الله أكبر، التكسي اننا جابوه الله أكبر قبل شهرين يا جماعة، الله أكبر، جابوا الزور اللي عنده قروش كثيرة ده، الله أكبر، الله يحق الواحد يشيله منه ذاته يا جماعة. الله أكبر، ونحن يا جماعة كأس العالم ده بنخليه وما عايزينه، بنقول للعالم كله ما عايزين كأس العالم، عارفين ليه يا جماعة؟ لأنه بضاعة الدنيا ونحن ما ناس دنيا يا جماعة. تنقلق تنقلق تنقلق. والله ليست هذه الكوميديا إلا للترفيه. شكرا جزيلا، وعذرا لو في إنسان حس إنه قصرت في حقه. تحية لكم جميعا، شكرا.